السلام عليكم، كنحيي الجميع متتبعين قناة بشير العمراني. اليوم غادي نهضروا على واحد القصة، هاد القصة واقعية. شكون فيقول لي ما كيعرفش بابيون أو بالعربية الفراشة، رجل الفراشة، نقولها بالدارجة ديالنا الفرتيتو. هاد رجل الفراشة أو بابيون أو بفرتيتو، الاسم الحقيقي ديالو هيري شاريال، فرنسي الأصل، ازداد عام 1906، قرا بحال الناس كانوا في المدرسة، ملي وصل إعدادي أو الثانوي فشل وطردو المدرسة، التحق بالبحرية العسكرية، خدم في البحرية يعني لامارين ديال البحر، الآخر خرج والتحق واحد العصابة إجرامية متخصصة في السطو والسرقة في الأبناك. كان هو التخصص ديالو كيعرف يفتح كافورتيس، عنده خبرة كيفتح الصناديق من الحصانة كيفتحهم. واحد مرة سرق واحد السنسلة مشى فيها كادو العشيقة ديالو، فجأة جبر واحد السيد، واحد الشخص آخر مقتول، كيقول ماشي هو اللي قتلو ولكن تهموا بأنه هو اللي قتلو، وكيقولوا بان العصابات كانت كتفتش عليه لان كلشي كان حلفان فيه، وتهموا بهذه التهمه هذه، شبروا قدموا العداله بتهمه القتل، حكموا عليه بالمؤبد، داو الحبس فرنسا من بعد جمهم صار دون ترونسفين، داو لواحد السجن ما جاش في فرنسا او في القاره الاوروبيه، جا في امريكا الجنوبيه في المحيط الاطلسي. وهاد الحبس هذا عبارة عن جزيرة، وتم ثلاثة ديال السجون، ثلاثة ديال الجزيرات، والسجن هو خطير جدا وصعيب، واللي كيدخل له ما كيخرج منه إلا جثة هامدة، هو السجن جزيرة الشيطان. ملي كانوا ماشيين في البحر جمعوهم كاملين ماشيين طراس في هاد السجن هذا. جمعوهم في واحد المركب كبير وداوهم. ملي كانوا ماشيين في الطريق، هاد الفرتيتو او لو بابيون جا عندو واحد الصديق ديالو كان تا هو معاه في الحبس، مسميه جولو. هاد جولو كيعرف ديك الحباسات لي تما، 12 نادم دارو ديك الحاب، كيعرف شنو كاين، كيقولو ديك الحبس راه صعيب واللي فيه واللي فيه، وكلشي كيتشرا بالفلوس. لا ما عندكش الفلوس راه تعيش نعذب تما، ودابا خصنا نفكر فين غنجيبو الفلوس. وقال له واحد معنا راكب هنايا راه عنده بوك العاقه، راه فلوس بلان تتسبب بالعاقه. وهاد الشخص هذا اللي عنده العاقه شنو مسمي؟ هاد الشخص هذا كان مشبر على التزوير والنصب والاحتيال، وحتى هو كان مشبر ماشي من ديك الحبس. هو قال له عنده الفلوس، هضر معاه يعطينا الفلوس وما نحمي والو، هادي في القدر في التراثنا تمايا او نخططوا شي خطه ديال الهرب. مشى عنده الفرتيتو قال له يا ودي تينا عندك الفلوس، خصك دبر عليا كدا هادي واش انا باش نحميك، وهادي وانا الخطه ديالي كيفاش كيفاش. يا خويا ما بغاش يعطي الفلوس، قال له لا انا الفلوس انا عتمتهم للحراس، يعني الحراس ديال السجن هما اللي اولى يحميوني ماشي انت، خليها هيداك. هاد الشخص هادا واحد بالليل طاح الليل مركب ماشي المساجن، هو مريح هيدا، وقدام واحد الشخص ياخر عاو ناعس، وجا واحد المجرم ياخر محقاش ياخر من باركو، وجا عند ياخر وكرافع عليه، وجي في واحد جيفة تقتلو. وهاد الشخص هادا كيشوف وفتح له الحوايج هيدا وجبد الفلوس داهم له، ومشى عن الحارس اللي ماشي معاهم في البحر في المباركو اللي كي الحراس ديال المساجين، دبر على ياخور كأن شيئا لم يكن، وشو جا زوج ياخور سيبوه في الما، هو كيشوف هادشي هدا. ها الشخص هدا ملي شاف هادشي هدا في الحين مشى عند بابيون قال له يا بدي صافي انا وافقت على العرض ديالك، صافي الفلوس ها هو المهم حميني. قال له صافي. باش رجع مطعو تكا هيدا، هذاك اللي كان قتل ياخذ دالو فلوسو، بدا كيدور بهذا عاوتاني،
غايك مشي عليه بابيون شافو مشى ليه لو دخل في بحر الراس قردعو ضربوه كدا حيد منه. ثم يا خو تبس ان بابيون راه راجل ماشي واحد بصح صافي عنو صعب وتبصح طابت عنه. حتى وصلنا للجزيرة دخلوا من هاد الحبس هادا جان عندهم المدير ستفوهم كاملين قالو كتعرف الشرط ديال الحبس هي ممنوع شي واحد يخبش شي حاجة أو يخرج على الأوامر. واللي حاول الهرب راه كاين كاشو في جلسة الحبس الجزيرة فلان فلانية غير فينا عامين كاشو ولا عاودتي مرة أخرى شي حاجة 50 كاشو يعني الحظر الفرادي. جاو هما ياخد عندو الفلوس جا بابيون قال له راه ندبر له الحاجة راه هو يعني دخلوا هذيك الحبس هذاك في الأعمار الشقة قال له ندبروا عليه دبرنا شي خدمة في الطبيب مابقاش شي يعمل يخرجوا الأعمار الشقة. المهم شاور شي واحد حارس سمايا المهم عكرت له ما بغاوش يقدر يدخلوا من الأعمار الشقة. هاد شويت كيسمعوا ضرب القرطاس تضرب بران خلعوا شي نكايك دار شي جري وكاع هادي شنو يجبروا جبروا ديك صاحبو الاولاني ديال بابيو كنحاول يهرب كنضرب رجلو بغا يروح اللعب باش يهرب. المهم ملي جبروا قتل واحد الحارس الفردي وجابو شكون هو هذاك جولو ملي جابو عاد ما قضى المساجين جا مدير الحبس عيط واحد ديال المساجين الحباسه قال ما قلتش هذا شكون هما جا بابيو وديك صاحبو قال له هزوه ديوا سيبو ديوا وانتوا حراس الحبيب يحفروا شي طمره هما هزوه. اما صاحبو البابيو ما كان ديالوه شي ما ماشي شي واحد اللي هو طلع له قلبو طاح الارض بغاش يهز كدا صغيلف جا الحراس شاطو فيه هز ما تهز جا بابيو جا في الناس عاد ضربو وهز واحد الصم وضرب بيا ديك المسجون ديك الحارس ملي جاو حجوج يا خلي عاوزين كي عز ضربتي الحارس من وراه هو يهرب له دا 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 وهرب. تصبر واحد تمايا كيشبر شويه كي يعني دابا شي واحد يجيب له شي حاجه ولا هادي قالو يدي هربني كدا هادي راه عندي فلوس بزاف ما عرفتش اني عندي في الدار فرنسا ونعطي ونعمل لك عندي الكنز مخبى ونتهلا فيك. الاخر قال له واخا ايوا واخا ثبتو ثبتو وردو المدير ديال الحبس. جا المدير ديال الحبس قال له مشي قلت لك ما تهربش هو يدين كاشو دان جزيره اخرى اللي كي الحد الانفرادي خلي عامين تما. المهم بقى تما عامين لا هضره لا كلام كاتي وهي كول كاتي وهادي صافيهم جون تما. واحد المره كيجي يطلع على كيجي وراه ساكن ما كيهضر ما كيتكلم ضرب عامين. المره خرجوا قال صافي هذا وقيلا حماق مابقاش هو هذاك ما كيهضرش وقيلا حماق. داو الطبيب من داو الطبيب كيجبر تما كيتفعل كيجبر صاحبو اللي عندو الفلوس يبقى خدام في الطبيب هو ما كاين لا حماق لا والو واعمل هيدا والسلام زعما شي يجيبو الطبيب. الاخر جبر صاحبو تما دادي عاد باقي تما مزيان دادي قال له شني قال له عاود شي خطه ديال الهرب خصني نهرب. هاد المره حتى شي واحد تما عاوتاني حتى هو خصو يهرب قالو تينا المهم فين عتلاه هنا ديك الحارس راه هو ونهربوا. هاد صاحبو الطبيو اللي كان خدام في الطبيب كان كيدخل ويخرج كيفاش كيمشي كيتاخر حتى المدير ديال الحبس وهادي والحباسه كيعرف شي امور اللي ما كيعرفهمش الطبيو. قال له بدي نهار فلان فلاني راه تجي واحد اللجنه من الحكومه الفرنسيه وعاجبني هنا عاد تفرجوا شي فلي وثائقي مع المدير الحبس والحبه واش كيقولوا لهم ديك الحراس الحاد الكارديانيت وهذه هي الغافله نقدروا نهربوا بها. المهم وصل ديك الوقت هذاك واحد الحارس تما في الطريق كيبقى كيعس عليهم تعرف كيفاش عملوا واحد اللعبه ضربوه من الراس لوخر صافي هما يهربوا بربعه بهم. عاد جا ديك صاحبو اللي كان كيخدم مع المدير ديك اللي هو اللي عنده الفلوس جاب السوار استحلوهم بداو هربوا بربعه بهم. مشا كيفتشو على واحد تمايا واحد الغابة تما عاوتاني قريبة عام تمايا دبرو عليه طا واحد الباطي راكو ديك الباطي ربعة بيهم مشاو في البحر بقاو ماشيين في البحر مع ديك الباطي عاوتاني عاود متقام ربعة بيهم تخالين كيبغي يهرق بيهم وحش معاهم مشقوق من فوقي كيبغي يهرق. المهم قال لك شني قال لا ودا شي واحد ينزل لقاو هيدا حتى شبرو واحد وسيبوه في الما ومشاو.
المهم بقاو ماشي تخرجوا واحد الجزيره اخرى، ولكن ديك الجزيره تما عباره عن حل الكنيسه ديال الرهبان، وماشي بنادم كيعرفوا بان هربانين من الحبس. المهم وكلوهم شربوهم وقتلوا بهم، عطاهم الادويه وهادي. المهم جاوا يا اخو قالوا يلا نهربوا بحالنا من هنايا. قالوا لا، الدنيا انا مضخمه، نبقى بابيون ولا فرتيتو يقول له لا نمشي بحالنا من هنا، رانا ما مطمئنش هنايا. لا يقول لا باقي نسرحوا هنايا من بعد واحد السابقين كيف رايدو ما يشفاش عاوتاني بالقوة ديال الحراس ديال الحفلة جاي كيفتشو عليهم. وهو ما عندو فين يهربو، شبرو عاوتاني ردوهم من الحبس صافي، ما عندو كيفاش يعملو يهرب. مي ردوهم من الحبس طابيو داو عاوتاني ديك الجزيرة عاوتاني ديال الحبس الانفرادي، 5 سنين ديك كاشو تما الحبس الانفرادي. المهم بقى تما بحال اللي بقى كيتوسوس، بحال اللي بقى الحد في ربي، بحال اللي بقى ما كيعرفش ليه يهضر ولا شنو غادي يعمل. ضرب 5 سنين تما عاوتاني ما كيهضر ما كيتكلم. واحد مرة عاوتاني بغا يهرب، بغا يهرب عاوتاني، نقصنا بعر بغا يسلك عاود ما فهمتي كيفاش عملو، شبره ملي شبره داوه مباشرة لجزيرة الشيطان. هذه الحبسه ديال الجزائر الشيطان، هذه الحبسه ما فيش الحراس، الحبسه واحد الجزيره عاليه من البحر، وما عندك غير حتى تمشي للبحر ما بارد، وتما القروشه سهره ديال الغابه تما الشمام، كتعرف اش كاين ديك الشمام اللي كيقتل النم القاتل، ما عنده كيف يعمل يهرب على ما تمشي الحراس، واحد ما يقدر يهرب تما بنادم كيديوها تما، تما كيبقى معاهم حكم المؤبدة، تما كيبقاو كتجبر بزاف بنادم تما معلق راسو مجيف كيجي في راسو كاين تما حماق، يعني اللي كيدخل داك المنطقة هذاك ما كيخرجش هو هذاك. وعاد تفاجأ ملي عاد مشي عاد جبر داك صاحبو اللي كان اللي كان مدبر عندو فلوس اللي كان كيهرب هو وياه، جبرو تما. المهم شحال يقول له، قال له عاوتاني نهربو، كيفاش عاد نعملو نهربو؟ هاد البابيون قبل الفارتيتو كيشبر شي حاجه هادو كيسيبها البحر من الماء كيشوفها كيفاش كتمشي، كيشوف ديك الحاجه مثلا كيسيبها شي طرد اللوحه ولا شي حاجه كيشوفها كترجع، ما كت... يعني ما كتجيش من الجزيره، كتمشي التيار كيديها جهه اخرى. قال دابا لا سيبنا شي حاجه وتعلقنا فيها التيار عاد يدينا بيدو خرجنا من جهه اخرى. داكشي اللي كاين وشنو غنعملو؟ قال له شحال تزيد؟ قال له ما تماكلوش شجر كوكو، قال له نقطعو كوكو لكوكو مكور. جا واحد الشكاره بقى كيعمرو كيعمرو ديك الكوكو وربطوها وسيبوها في الماء، يعني ما تبقى غير وجه الماء. المهم وتسيب كيقول صاحبو تسيب، ما تسيب صاحبو مابغاش يتسيب، خاف يعني اخر كان هاش خواف ما كي والو. وتسيب وركب عليها ومشى، هي جلس عليها بقى الماء كيدير التيار ديك الجزر المد، بقى الماء ماشي مد بحال التيار جاي اخر، القروشة كدور قدامو وبقى مشي، بقى مشي بيه الما مشي بيه الما مشي الما الما تقرا الواحد تاني شغل واحد اليابسة خرج فيها وبقى هربان كيجري، وآخر عايش برا عايش برا في فينيزويلا، بقى في فينيزويلا ارتاح مع راسو دبر على الخدمة، إلا واحد المنجم ديال الدهام ما خدم عاوتاني في المقطع ديال البترول بقى خدام تما. واحد مرة كان جالس سيدة فواحد البار كيشرب، وشاف واحد السيدة كتشرب تما وكتكتب شي قصص هكدا، وبدا كيقرا شي قصص عجبوه. المهم طاحت عليه الفكرة، بدا هو كيكتب، كيكتب الحالة ديالو الأمور كيحكي، كيحكي شني وقع له، دخل الحبس ظلما وداك الحبس شني فيه والحبس شني فيه، بدا كيكتب. المهم 1966 ملي بدا كيكتب دور الكتوبة ديالو كينتشر في العالم، وسير تعرف شحال من كتاب تباع، وبسبب هاديك الكتوبة اللي كيكتب والقصة اللي كيحكي على راسو، هذاك هو السبب اللي شادو هاد الحباسة تما اللي كانوا في هاد الجزيرة، اللي شادوهم هاد الحباسة ديال المستعمرات ديال فرنسا، كانت مستعمرة تما كتستعمر هاد الجزر هادو تما، واخا هما بعالي في قارة أمريكا الجنوبية وهم واحد الأطلس وهداك، شادوهم كتاباتيه اللي كان كيكتب الكتوبة هادوك، شادو ديك الجزر هادوك. وهاد الحيدر بابيون هو كيحكي الحيز ديالو دو الصح، ملي كتبو هاد الكتوبة بقاو الناس كيقراو، بقاو الناس
الكتاب بصاح والادباء والسينمائيين كيقراو هادشي هذا، ومثلوا عليه فيلم على هادشي هذا، كيحكيو القصه ديال هاد الشخص هذا. هذا هو لو بابيون هيري شارير، الملقب بابيون الفارتيت. علاش يعطوا له بابيون؟ لان كان عنده واحد الفراشه مصوره في الصدر ديالو، مشومه في الصدر، علاش يعطوا له بابيون يعني فارتيتو؟ هي القصه ديالو. وبقى عايش عام 1973 عاد مات، والقصه ديالو العالم كامل سمعها. القصة محزنة ومؤثرة جدا، واخا انا بغيت نختصرها هاي باش ما نطولش عليكم، وانتم ان شاء الله على عجبتكم شي حاجة ما تبخلوش علينا عاوتاني بارطاج وزير الاشتراك وشاركوا في القناة وجمجموا عملوا لايك ماشي اللي كاين اخوتي، وشكرا.